السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة صحتك في معلومة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنقدم لكم أحلى طبق مكرونة. كل اللي هنحتاجه إن شاء الله هنحتاج 400 جرام من المكرونة، 5 أو 6 أو 7 قرون فلفل بارد زي ما انتم شايفين كده، بصلة كبيرة أو بصلتين صغيرين، 5 حبايات طماطم انا مقطعهم طبعا ومجهزهم عشان وقت الفيديو، البهارات معايا هنا، معلقة بابريكا، معلقة شطة، 5 فصوص ثوم معايا هنا، معلقة بابريكا معايا هنا، معلقة كمون هنا، فلفل اسمر هنا، معلقة روزماري هنا، 5 حبايات حبهان، ومعانا هنا معلقة ملح ونص كوباية زيت. يلا بينا يا حبايبي الكرام هنجهز الصوص بتاعنا دلوقتي ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي هنزل كوبايه الزيت بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هبدا بيها هي فصوص الثوم زي ما انتوا شايفين كده، هقلبها شويه لغايه ما تاخد اللون الذهبي معايا زي ما انتوا شايفين كده، هقلب علشان الثوم مش ينحرق مني. هنزل معاكم بالطماطم. لازم الصوص بتاعي يتسبك كويس. هنزل بالفلفل البارد، نقلبها كويس زي ما انتم شايفين كده. هنزل البصلتين بتاعتي زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم اقلبها كويس كده عشان تتسبك معايا. هجهز المكرونة لغاية ما الصوص بتاعي ينتهي ويتسبك كويس. زي ما انتوا شايفين حبايبي انا جهزت المية بتاعتي، احط فيها معلقة ملح ومعلقتين زيت. المية دي عشان اسلق فيها المكرونة، هسيبها لما تغلي كويس وبعدين اسقط فيها المكرونة. هضيف لها كمان حوالي 3 معالق مية او 4 معالق على حسب الصوص اللي قدامي عشان مش تنشف مني، وهقلب فيها كويس عشان الصوص يتسبك تمام. هقلب الصوص بتاعي من وجهة للتاني عشان مش ينشف. لو عايز شوية مية ممكن اضيف له معلقة مية او معلقتين كمان. المية بتاعتنا كده فورت، هننزل بالمكرونة بتاعتنا اهي. دي يا جماعة حوالي 400 جرام. هقلب المكرونة من وجهة للتاني كده عشان مش ينعجن مني، لأنه مش عاوزها معجونة. أي نوع مكرونة عادة ممكن نستخدمه، أنا بحب المكرونة الصغيرة دي. أهم حاجة التقليب يا جماعة عشان مش ينعجن مني، لأنه مش عاوزها معجونة. أنا عاوزها 3/4 سوا، لأن لسه هتقعد 5 دقايق مع الصوص.
دلوقتي يا حبيبي هنزل بالبهارات بتاعتي، معلقة الملح، معلقة الكاري، معلقة الشطة، معلقة البابريكا، الحبهان، الفلفل الأسمر، الروزماري، الكمون. اهي زي ما انتم شايفين اهي. هبدأ أقلب فيهم كويس عشان كل المكونات تندمج معاها، الروزماري والحبهان والكاري. كده حبايبي المكرونة بتاعتي اهي تلات ارباع سوا، انا مش عاوزها تكون مستوية معجونة خالص. هصفي المية وهنزل بالصوص عليها. زي ما انتم شايفين كده حبايبي الصوص بتاعي كده انتهى. يا سلام على الريحة الجميلة، جميلة جدا الريحة، بسم الله ما شاء الله. مش شرط يكون عندي كل البهارات اللي احنا حطيناها، اي بهار مش موجود عادي ممكن تستغنى عنه وتضيف اي شيء موجود عندك في المطبخ ان شاء الله. هنشوف المكرونة كده بعد ما احنا صفيناها من المية السخنة، هنسيب فيها شوية مية بسيطة. انا سبت فيها شوية مية كده لان بحب المكرونة مش تكون ناشفة. لو انتوا حابينها ناشفة بتقدروا تصفوا المية نهائي او تسيبوا فيها زي ما انا سايب كده اهي. هنزل بالصوص بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الصوص عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. انا بحب الفلفل الحار طبعا كتير، فانا مزود في الفلفل البارد والفلفل الحار. شايفين الصوص عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. الصوص مع الروزماري مع الحبهان، بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. هقلبها كده على نار هادية لمدة 5 دقايق. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجمال والحلاوة والطعم، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوص مع الروزماري مع الحبهان مع الفلفل الأسمر مع الفلفل الأخضر مع الملح، حاجة جميلة جدا بسم الله ما شاء الله. من شكلها كده تحب تاكلوها. نقلبها كويس كده عشان كل المكونات تمتزج مع بعضها. وانا بقلب كده هسيبها على نار خفيفة قيمة 5 دقايق عشان الصوص يمتزج كويس مع المكرونة. وهو ده حبايبي الشكل النهائي للمكرونه بتاعتنا اللي احنا حضرناها معاكم النهارده. يا رب ان انتوا تجربوها وتكتبوا تجربتكم في التعليقات، يا رب تجربوها وان شاء الله تنال اعجابكم. تجربوها اذا كان حلوه او مش حلوه، احنا ان شاء الله نتقبل جميع التعليقات سواء سلبيه او ايجابيه، بس ان شاء الله هتنال اعجابكم.